isn't it so funny how we all walk around never even thinking of the days under the ground the drive and ambition taking over our lives for this world for the fame for the power do we strive our minds made up whatever it takes To feed the desires that this heart makes Why don't we know How do we stay Within the boundaries of the right way? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الدرس نمبر 5 في هذه السلسلة النهاردة هتكلم عن مشهد معين من فيلم يحوي واحد بريطاني واحد امريكي ليه ممثل بريطاني وممثل امريكي ليه لان في ناس بتحب اللهجه الامريكيه وفي ناس بتحب اللهجه البريطانيه فعايزين ده وده اه يعني اللي حاضرين معانا من جمهور اللغه البريطانيه واللي حاضر معانا برضو من جمهور اللغه الامريكيه لازم الدرس درس يشمل الاثنين طيب آه هنسمع المشهد الان listen now just listen now okay i want you to teach me teach you what anything everything i need you to kill the fear that lives inside of me every day i want to do something brave before i die hey listen kid uh, don't call me kid <laughs> you've got to help me help me with what are you serious don't go we can help each other <laughs> you want adventure swell well i earned my past cyrus go on your own You to teach me. Did you what? Anything. Everything. I need you to kill the fear that lives inside me every day. I wanna do something brave before I die. Hey, listen, kid. Uh... Don't call me kid. You've got to help me. Help me with what? Are you serious? Don't go! We can help each other! You want an adventure? Swell! Well, I am my past Cyrus! Go on your own! يا سلام النهارده بقى انا اكسلنت ايه اكسلنت ياي يعني فهمت اوه oh, فهمت طبعا طيب هو قالي قال ايه قال اسمع كده قال ايه I want you to teach me I want you to teach me I want you to teach me قال ايه بقى اه هو قال I want you to teach me I want you to teach me I want أيوة ليها حاجتين بقى احنا متعودين باللهجة العادية بيقولها want دي اللهجة بتاع مصر يعني إنما اللهجة البريطانية I want أو اللهجة الأمريكية I want تلاحظ حاجة هو I want you I want you حذف التي لأن بعديها حرف الواي تمام حرف ساكن يبقى إذا التي بعديها الواي حرف ساكن تتقال تتحذف يعني التي لا تتحذف يبقى I want you طب لو أنا عايز أكدها I want you I want you كتأكيد I want you I want you, I want you. تمام؟ كلام like, I told you I want you to help me. I want you. يبقى تأكيد. إنما كلام سريع. I want you to help me. I want you to help me. I want you to help me. Allah, I want you. I want you to teach me. I want you to teach me. I want you to teach me. تمام. راح البريطاني بقى اللي قاعد ده بقى البريطاني الرجال بقى اللي هو قال لي بقى قال له ايه تشيوا 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 اسمعها تيجي وات اني ثينغ ايفري ثينغ تيجي اني ثينغ ايفري ثينغ تيجي اني ثينغ ايفري ثينغ اه كلمة teach you what تلاحظ حاجة بقى teach you أو you آه ما قلتش teach you لا teach you what أعلمك إيه آه teach you what حذف التي في الآخر لأن خدنا التي والدي والإن والإف والإل في الآخر ما تبانش تمام أيوة يبقى إذن الت في آخر السؤال teach you what كلام سريع teach you what لو أنا عايزك كده teach you what teach you what كده أكيد يبقى اخذنا التأكيد والاحترام والرسمي يبان. إنما هنا كلام بيتكلم بسرعة، كلام محادثة عادية سريعة، يبقى تيتشو أيوة حذف التي. والكوكني بالذات في معظم كلامه بيحذف التي، تمام؟ طيب. آه يبقى إذا حذف هنا التي، اسمعها من تاني. تيتشوال هنيثينغ طب واحد يقول الأسباب إيه الفرق بين كلمة تيتش ولان أو تيتش learn learn اه كلمة تيتش يدرس أما تيتشا أو أما تيتشر أنا مدرس اه إنما لان لان أو ليرن آه يتعلم مم. اه فاهم ازاي؟ أنا بتعلم I learn English أو I learn English أنا أتعلم إنجليزي بريطاني بقى أيوه يبقى جاي من جاي منها كلمة جاي منها كلمة لانا أو اللي كلمة لانا أو ليرنر متعلم learner انما تيتشر مدرس تمام كده اه يبقى تيتشر مدرس او تيتشر بالامريكي مدرس او لانا دي بريطاني متعلم او ليرنر ليرنر ليرن اقول كده ليرن مش ليرن لا ليرن اه ليرنر متعلم ار ار اشوف ازاي تيتشر ده امريكي انما تيتشر لانا طيب تمام آه. نسمع اللي بعديها بقى بيقول له علمك ايه تيشو تيشو اسمعها Did you what? Anything. Everything. Did you what? Anything. Everything. Anything. Everything. Anything. Everything. Allah, Taban. <laughs> Anything. Everything. Anything. موجب Anything لا خدنا reading, writing, playing, studying, sleeping, آه, sleeping أيوة ينام <applause> أيوة يبقى ال energy زي خدناها كل مرة تبقى إيه تتحذف الجي king شوف إزاي آه, reading, studying تمام آه يدرس sleeping آه, eating, sleeping, eating تمام eating مم مم خلاص كده يبقى ال في آخر الكلام في الجي الا اذا جاء بعدها متحرك تتقال طيب آه قال بقى علمني anything اي شيء everything اكد على كلمه everything كل شيء تمام طيب. حتى هتلاحظوا ان الجي مش باينه شويه لازم الجي تختفي ما تبانش تمام طيب اسمع قال قال بقى قال. anything everything anything everything anything everything I need you to kill the fear that lives inside of me every day. I need you to kill the fear that lives inside me every day. I need you to kill the fear that lives inside of me every day. I need you to kill the fear that lives inside of me every day. I need you to kill the fear that lives inside of me every day. Ah. قال بقى I need you to kill the fear that lives inside of me every day. تاني I need you انا عايزك او ينفع اقولها I need you تنصح I need you او I need you uh, to kill تقتل the fear اه uh, تقتل بقى kill تقتل كلمه kill يعني يقتل بالكوكني إذا ال جت في اخر الكلام اللهجه بتاع شرق لندن تقال kill اه uh, شوف ازاي I need you to kill اه uh, ده انا احب اعلمك لهجات لان انت كل تكسبه لعبه كل ما تعرف كتير يبقى عندك حريه طلاقه لغويه مره تكلم كوكني مره تكلم بريطاني عادي مره تكلم امريكي يبقى عنده حريه طلاقه لغويه أممم طيب يبقى يبقى ادي سوري أي I need to kill I need you to kill شوف ازاي؟ uh, to kill the fear او uh, the fear بريطاني الخوف ذا uh, that lives that. آه قال يبقى تي ذا دا الذي يعيش انسايد اوف مي انسايد اوف 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 ما بقى اوف لا قول انسايد اوف مي اه انسايد اوف مي اه كل يوم طب لو انا عايز اقولها بالبرتون العادي كلمة everyday داي العادي اقولها everyday day او بالكوكني uh, أقولي اقول day افري داي زي كلمة هافي الله يبقى I need you I need you أنا عايزك أنت to kill the fear تريد تلبقى الخوف the fear that lives inside of me الذي يعيش inside of me آه يعيش بداخلي يبقى every day كل يوم طبعا ساعات أحط stress حسب ما أنا عايز يعني ممكن أعمل stress ضغط على كلمة معينة كتأكيد نسمحها هو نسمحها إلي I need you to kill the fear that lives inside of me every day I need you to kill the fear that lives inside me every day. <laughs> I want to do something brave before I die. I want to do something brave before I die. I want to do something brave before I die. I want to do something brave before I die. I I wanna do something brave before I die. Shh. I wanna do something brave before I die. I wanna. uh want to. To but wanna. share. الشعرة. يعني أنا عايز. I wanna do. طيب. كلمة wanna دي بالامريكي. النم برطاني wanna. I wanna do. النم امريكي. I wanna do something brave. اكثر تحت. أنا عايز اعمل شيء brave. إذا حرف الآي جاء بعدها ساكن وبعدها متحرك أكثر زي كلمة كعيك أو بالكوكني كعيك شوف إزاي؟ أو آه يكسر أو مس أو آه مثلا أو فرامل برايك آه شوف إزاي؟ بريك لا بريف غلط برايف أكثر تحت برايف يبقى إذا الإي إذا جا الآي جاء بعدها ساكن وبعدها ضرة الإي متحركة ضرة زيها حرف متحرك زي الآي الساكن اللي في النص الفي إيه ده؟ جاي ضرة؟

أقول before I، ما أقولش before، واخد نفس before I before أي مصيبة before I die بشوف before I تمام، آه يبقى بريطاني بقى، بريطاني بقى مش أمريكي بقى I wanna do I wanna I wanna do something right before I die ده بقى اللحقة يبقى البريطانية الجامدة طب نقولها بريطاني كده، غير الأمريكي ده I wanna شوف زي مش وانا أمريكي وانا بريطاني I wanna do something right before I die عايز أعملي نخليها slowly ببط I wanna do something brave before I die. Amen. And then i want to do something brave before I die. Talk to me. Uh, hey, listen, kid. Uh, don't call me kid. Hey, listen, kid. Uh, don't call me kid. Hey, listen, kid. Uh, Don't call me kid. <تصفيق> 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 الله فاستغرب استغرب ان واحد بيفكر يعمل شيء قبل ما يموت فقال له هاي لسن كيد هاي لسن كيد يعني هاي hey, يعني مهلا شوي لسن اسمعني يا... يا طفل يا او يا فتى او يا طفل طبعا الأمريكان بيقول بقول kid على الاطفال تمام اه ممكن فاولها فتى يعني يعني واحد صغير في السن هو شو... قال لي بقى dont call me kid dont call اه البريطاني والامريكي اختلفوا في الكلمه دي كلمه دون دي عاديه الثانيه بقى يعني لا اوعى يعني اياك كول دي امريكي انما كول بريطاني شوف ازاي اه واك ووك تاك توك تمام يبقى الأ أو uh, oh. يبقى call يعني اوعى تناديني don't call me kid اوعى تناديني يعني اياك ياك تناديني ما تنادينيش لا تناديني بفتى أو بطفل اه يعني ده شو ده بيقول انا شخص عاقل ومدرك بقول ايه يبقى don't call call me call me now call me right now right now امريكي right now امريكي call me call me اه uh, call me call me call me right now تمام اتصل بيا right now الان طيب يبقى كلمه كول اما بريطاني كول كول مي رايت ناو كول مي رايت ناو انما بريطاني امريكي بقى امريكي كول مي رايت ناو رايت ناو كول مي كول مي تمام قال له ما تقوليش ان انا كيد هتلاحظوا حاجه ان هو الثاني قال له كيد انما الامريكي قال له كيد ده ده البريطاني اثقل شويه في الدي كيد اه انما الامريكي البريطاني اثقل شويه كيد دي عاديه امريكي لا كيد ده اخف كيد انما كوكناي تبقى ايه كيد كيد <applause> زي افريج دي ده برطاني ده كوكني افريج زي كلمة افريج دي دا كوكني داي انما برطاني العادي اللي هي every day. انما امريكي افري داي افري سمباري امريكي سمباري شخص ما سمباري تمام طيب راح قال بقى قال اسمع كده ألوي له اسمع hey listen kid uh. <laughs> don't call me kid. got to help me Help me with what? Are you serious? You've got to help me. Help me with what? Are you serious? You've got to help me. Help me with what? Are you serious? Ah, Aluba, Alu? Aluba, you've got to help me. You've got to help me. You've, you've, Lintelazim, you've got, got Allah. You've got to help me. We fact, you've gotta help me. You gotta. You have got to, got to. او جارا لو اتنين تي بالامريكي جنب بعض تتبان باللهجه العاميه خالص بقى عدم احترام عاميه خالص تبقى جارا تمام زي مثلا مثلا يو جات ات شوف ازاي يو جات ات حتى تي وبعدها متحرك برضه تبان كانها ار يو جات ات يس اي جات ات انت فهمني يو جات ات يس اي جات ات يو جات ات يس اي جات ات اي جات ات الله شوف بقى ازاي لعله يو جات تو هيلب مي يو تو هيلب مي اه يو جات تو هيلب مي You've got. Allah. You've got. Got. Tamam. Got. British. Got. 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 You got it. Yes, I got it. You got it. Yes, I got it. In American. You got it. British. Yes, I got it. Yes, I got it. Tamam. You you yes, uh, okay. okay. You've got to help me. You've got to help me. Uh, you've got. You've. Much you have. Can I share it? You've. You've. You've got to help me. ت ت ما قلتش بقى to you have got to help ب ب دي لا اه يبقى ايه اه you've got امريكي got بريطاني got امريكي ايه؟ got. got 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 not not got Good. got امريكي يبقى بريطاني got got امريكي not بريطاني not امريكي تمام؟ يبقى you've got انت مضطر you've got to help me انت لازم تساعدني انت مضطر تساعدني اه راح قال له بقى You've got to help me Help me with what Help me with what Help me with what Help me with what آه يا سردة إيه

حد عارف انت عارف انت انت عارف او انت انت ها آه عارفين حد عارف طيب هنا التي اتقالت لان بيأكد على الكلام تلاقي كل كلمة واضحة help me with what آه. يبقى لو انت بتأكد لي آه يبقى كل حاجة واضحة تحترمني انا مش واحد في الشارع وضح لي انت في اجتماع رسمي آه. اكتب كل حاجة مكتوبة كل حاجة واضحة آه يبقى كل شيء واضح مش في الشارع يبقى تأكيد احترام رسمي كل شيء واضح هنا تأكيد help me with what آه زي ما بقول لك ايه انت اسمك ايهاب آه كل كلمه واضحه مش انت اسمك ايهاب لا آه انت عندك مليون تأكيد تأكيد احترام رسمي تمام طيب ايه تاني بقى؟ آه راح

قال بقى ار يو سيريوس؟ ار يو سيريوس؟ سيريوس موتش بقى سيريوس، لا ار يو امريكي ار يو هل انت سيريوس؟ اه ار يو سيريوس؟ هل انت بقى ايه يعني جاد في الكلام؟ كلامك جد؟ اه uh, يعني بتهزر انت ايه؟ مش عايز تساعدني يعني مش عايز تساعدني؟ اه uh. طيب يبقى هنا كلمه هل ار يو؟ واضحه انما بريطاني ار يو ار يو بريطاني ار يو امريكي ار يو ار يو تمام Are you a man? هل أنت رجال؟ Are you a man? هل أنت بالأمريكي بقى a man a man Are you a man? Are you? Are you a man? Are you? طيب هل أنت تكون serious؟ هل أنت تكون بقى جد في الكلام بتاعك؟ تمام طيب بعد كده اللي بقى Don't go Don't go تمام قال له بقى Don't go Go طيب Don't go يعني لا تذهب كلمة دوم بيقولوها الاجانب دون سماوك ما بتدخنش بريطاني يقولك دون سموك دون سليب ما تنامش دون ايت ما تاكلش اه دون ده آه بريطاني بقى انما هنا قال له دون جو جو لا تذهب بالبريطاني دون جو في عوجة انما هنا دون جو يبقى الاو في الامريكي تطلع لبره جو لا تذهب دون جو لا تذهب Don't go, we can help each other. other. You want adventure? Well, Don't go, we can help each other. other. You want adventure? Well, Don't go, we can help each other. other. You want adventure? Well, Don't go, we can help each other. other. You want adventure? Wow. We can help each other. We can can ah. Uh, we can. طبعا هي can ده بريطاني استطيع can امريكي can بريطاني can امريكي لغه الشارع بتبقى اللي هي can I can help you can ده بريطاني او can I can help you يبقى تضم تبقى can can ah. Uh, we can help each other We can we can we can اسمها Don't go we can help each other don't go we can help each other help each other ما أقولش هيلب لا هيلب الإيه مفتوحة الف... دايما الإيه تبقى فاتحة الإيه فيها فاتحة we can help each other إحنا ممكن نساعد بعضنا على بعض we can help each other each other الأرواح each other إنما بريطاني we can help each other we can help each other other طيب تلاحظ لحظة عليا إن أنا بركز لك على الجنب ده والجنب ده لان لو انت هتختبر توفل دي اختبارات بالامريكي لو انت هتختبر الايلتس ده بريطاني حتى الانترفيو الشخص اللي بيحاور بتاعك اللي بيحاورك اللي بيختبرك كمان بيبقى هو بريطاني الاصل في الايلتس فلازم تكون لازم تكون عارف ده وعارف ده بحيث انا عايز اتكلم بلهجته هو بيتكلم انترفيوور ده بريطاني يعني شخص محاور ده بريتش ده بريطاني فلازم اكلمه باللهجه البريطانيه تمام؟ اه لو انا هختبر توفل اختبارات طبعا دي باللهجه الامريكيه يبقى اذا اكون عارف ده وعارف ده تمام؟ اه اللي اللي حاليا اللي هي الالتس اللي هي بقى ايه بقى المحاور يقعد معاك ويسالك ويديك درجات ويسالك بقى مجموعه اسئله فانا لما اكلمه باللهجه البريطانيه العاديه ممتاز انما لما اكلم بالكوكني اه يحس ان انت بقى ايه بقى آه. اكيد ابوك امريكي بريطاني او امك بريطانية امم يشك يقول لك ايه ده؟ هو درس لهجات اللي بيختبرك ده مش واحد بس لا ده واحد محترف فعارف اللهجات الله يبقى احب انا ايه تكسبه ادخل عليه بالحته الفزلكة اللي هو الكوكنا يا هاف يا نايس تمام طيب آه ايه ده اللي بقى؟ قال له امم اسمعها You <تصحة> want adventure? Well, well, I am my past Cyrus. Go on your own. You want adventure? 12. Well I earned my past Cyrus. Go on your own. You want adventure? 12. Well I earned my past Cyrus. Go on your own. You want adventure? 12. <applause> الله الراجل ده ده مولود الممثل دهوت ده مولود في شرق لندن وخلي بالكم بقى ان الراجل ده الممثل دهوت ده ماله بقى؟ بيحاول يهرب من الكوكني عشان يبقى مفهوم عالميا لان الكوكني حتى الكوكني ليها كلمات خاصه بيها ولها نطق خاص بيها بس ساعات بينسى زي ما من شويه اثبت لكم ان هو نسي وقال كلمه بالكوكني يا سيدي انت عارف الحمد لله يعني واما بنعمه ربك فحدث في فيبقى ف فهو غلط او او قال كلمه بالكوكني ايه حتبان على وشه ان هو زعلان ان قالها بالكوكني زي ما انا الان بحاول اتكلم باللهجه المصريه وساعات اقول لهجه بزعل لما اقول لهجه انا عايز اتكلم باللهجه المعروفه اللي هي لا بتاع الشمال اللي هي معروفه على مستوى ايه بقى مصر كلها اه فبتلاقيني ساعات اتكلم باللهجه فقول اه عايز اخلي كله بتاع الشمال اه بتاع القاهره تمام طيب يبقى هو قال لي بقى قال له اسمع كده you want adventure 12 well. قال لي بقى you want adventure you want adventure آه uh. احنا بنقول بالمصري بنقول بالمصري adventure اه uh, بعد الشر عليك انما بالبريطاني adventure ال ا محذوفه في الاخر لان نطقها الاي في الاخر ما بتقلش بتنتهي بحرف الا والبريطاني لو, لو الكلمه انتهت بنطق حتى لو كان في اي e, والاي محذوفه بنطق حرف الا الا تتحذف يبقى you want adventure you want adventure أنت عايز بقى آه تغامر يعني؟ سويل آه هو قالها بقى إيه؟ اسمع كده قال إيه؟ swell آه هي الحتة بقى قالها كوكني وبص على وشه زعلان زعلان إن هو كان عايز يقولها الهبقى... اه فقالها بالكوكني فزعل بص على وشه كده you want adventure swell well I am my past Cyrus go on your own آه الها بقى إيه؟ الهبقى... سويل swell سوال 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 دايما ال اللي هي شرق لندن اللهجه بتاع شرق لندن بتبقى ال تبقى شوف ازاي تبقى كانها دبليو تبقى زي مثلا كيل اللي هي سوال 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 اسمها كده سوال 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 اه مش سوال اه فوشو بصوا 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 من تاني بصوا شوفوا سوال 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 باين ان هو زعلان مع ان كلمه سوال او سوال بالكوكني زي كلمه كاو كوكني اللي هي يقتل الكلمه دي معناها اه معظم القواميس معناها بتقول ان هو يزداد في العدد انما لغه الشارع لا فنادر لما تلاقي قاموس يجيب لك لغه الشارع يعني هتدوره هتلاقي كل قاموس قال لك ازداد في العدد وتزايد وتضخم والحاجات دي كلها انما لغه الشارع كلمه swell يعني معناها Fantastic يعني شيء كويس Great شيء كويس بقى جرايت شيء كويس الله فقال له انت عايز يعني يو want adventure؟ انت عايز تغامر swell شيء كويس ده شيء جود يبقى لها معنى جود او او مثلا Fantastic رائع او Great شيء رائع يعني تمام يا صديقي طب ازاي انت عارف اكتر من قاموس؟ آه كل القواميس بالتحديد بتركز لك على اللهجه آه والكلام الرسمي والكلام الغير رسمي انما اللهجه العاميه لهجه الشارع بتبقى صعبه تلاقيها الا في قواميس معينه تمام؟ اه شبه ازاي؟ فهي كلمه Swell او Swell معناها بقى يعني كويس ده انت عايز تعمل ادفنشر بس ولا تهكم شويه. قال Swell كويس راح قال له You want adventure? Well, I am my past, Cyrus. Go on your own. Well, I am my past, Cyrus. Go on your own. Well, I am my past, Cyrus. Go on your own. Well, I am my past, Cyrus. Go on your own. Well, I am my past Cyrus. I earn my past Cyrus. I, I earn and accept. I am a man, I accept. Mean, but I accept my past Cyrus. My past, past. I like say, that past Cyrus. But Well, I earn my past Cyrus. Well, I earn my past Cyrus. And I accept my past Cyrus. because way. آه ينفع اقولها ماي my past on my past Cyrus صح طيب وكلمة ان دي بريطاني اما earn امريكي يبقى ان يكسب زي كلمة باد طائر لان آه, ان لان باد جال كل دي بريطاني اه انما ليرن جيرل الله شو ازاي بيرد الله يبقى يفهم ازاي يبقى دي بريطاني وامريكي طيب خلاص طيب Eva Rahel Cyrus is more about. I am my past Cyrus? Go on your own. Well, I am my past Cyrus? Go on your own. Well, I am my past Cyrus? Go on your own. Well, I am my past Cyrus? Go on your own. أول بقى كلمة جو ده بريطاني إنما جو أمريكي جو فيها عوجة عوجة كده جو يور أون يور أون مش يور أون يور أون آه وليه الآر هنا لأن بعديها الـ آه تتقال آه. زي كلمة زي كلمة مثلا تيتشر أوف تيتشر أوف تيتشر أوف يبقى الأ لو بعديها نطق الـ آه نط متحرك المتحرك تتقال يشدها المتحرك رايحة فين أنا بتحرك عليك آه 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 إقعدي آه آه يبقى يبقى your own مش your own لا هي طبعا يو بريطاني لا آه محذوفه في الاخر اخر الكلمه انما جه بعدها متحرك تبقى your own الله يسعدك درس النهارده صراحه يعني درس يعني صراحه يعني ايه ده في هندسه في تصميم في فن الله طيب آه اللي استفدنا النهارده كذا حاجه بقى من تاني I want you want you التي محذوفه teach you teach you teach you teach, you. teach you. teach you, teach you, teach you, la you, ze good, good, goodbye, goodbye, oh, goodbye, la ze kade, but see, can goodbye, you, good, good, i will kill it you, the man, he's everything, anything, anything, everything, ah, rabah, i need you, need you, i need you, i need you, in my life. i need you, i need you my life, and i gozi, i need you my life, oh, yasukti, I need you in my life, my darling. يا عزيزتي I need you in my life. طبعا انا عايزك في حياتي يعني I need you in my life. ده بقى بالايه؟ بالبريطاني او my darling I need you in my life. ده امريكي. طيب need you. الشيء الثاني بقى that lives that 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 اه uh, التي هنا كأنه التي كأنه that lives ده لابس كلام شارع طيب هنا بقى اللي بعديها want to but wanna wanna I wanna wanna A wuna buttani. Want to to bawana. we brave. brave مش brave brave. Kike. Fike. Mike. Mis make kick. Uhni. Kike. Mike. Fike. Allah lagger. Hagan ech. Allah. It's you got to. You gotta. Got got got. You got it? Yes, I got it. Got. Oh, you gotta. Uh, I gotta go now. Oh gotta go now. Gotta go now. Oh, it's too late. Gotta go now. Gotta go now. وقت متأخر gotta go now gotta go now uh, عايز أمشي gotta go now اللي هي got got to go now أو got to go now uh, ده بريطاني gotta go now uh, طيب ايه تاني برضو؟ call مش call بريطاني call call me call me تصل بيا call الله حاجات على حاجات كثيرة جدا بقى التأكيد what تأكيد تأكيد uh, what eh? اكد عليها هنا الثاني بقى الرابع بقى I can, can, can I can help you I can help you can, can الله الثاني عندك برضو uh, Adventure 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 uh, Adventure أمريكا Adventure مغامرة الثاني عندك Swell دي العادية الكوكني Swell كاو. الله كوكني ايه الثاني عندك برضو Earn ان الله وخدنا كلمة جو دي بريطاني أو جو أمريكي جو جو طيب يور أون يور أون أو أو أون أنا أو. 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 فاهم دي بريطاني بقى أون أو. يور أون طيب آه وده كان آخر شيء في درس النهارده درس ممتع ومليان وظبطنا فيه النطق وسمعنا حسنا السماع عندنا لأن كذا مرة نعمل إعادة وخدنا فيه نطق بريطاني وامريكي وكان في ممثل بريطاني وممثل امريكي ونوعنا واستفدنا. لو انتوا بقى عايزين 30 اسطوانه كامله بشرح الاجانب وتمثيل اجانب شرح مع تمثيل روعه في السفر والرحلات والمطاعم والنوادي والشراء في جميع جوانب الحياه ومعاها داخل المحادثات دهيت التمثيل الاجانب وشرح الاجانب كمان في داخلها الكلمات وداخلها القواعد كلموني ومعاهم كتاب كامل ممكن تستعملوها انتم السيلف كورس ستادي self كورس او السيلف كورس بنملك بقى يعني يعني تدرسوه دراسه ذاتيه روعه فانت عايز 5000 كلمه اللي بتستعملهم في حياتك العمليه انت مش عايز يعني احشاء انت عايز ياكل يشرب يلعب ال 5000 كلمه قالوها طبعا الامريكان البريطانيين اللي هم بيستعملوها عملوا احصائيه بيستعملوها في حياتهم العمليه يبقى هي 5000 كلمه اتكلم مع تخين تخين 5000 كلمه انت عايزهم في حياتك فالمحادثات دهيت ده جايبه ال 5000 كلمه داخل المحادثات عشان افتكرها وشرح المحادثات وداخلها القواعد فت... يعني صراحه سلسله روعه بتمثيل وشرح الاجانب طيب اه ولو انت عايز النطق بتاعي السلسله بتاعتي دي الاعلان بتاعها في تلات اعلانات ليها كلمني برضو على الارقام دهيت او العناوين دهيت وانا هرد عليك طيب يبقى انت كده انا ماشي معاكم يعني ستيب باي خطوه يعني خطوه بخطوه وان شاء الله باذن الله هفضل معاكم يعني لغايه لما تحترفوا تحترفوا النطق ان شاء الله و... وتبقى في كده حي... يعني دعاء ليا ان انت تعبت النهارده يا سهاب وبتمثل وعيالي نايمين وانا سهران عشان افرحكم يعني واسعدكم وخليكم تحبوا اللغه. طيب اشكركم شكرا جزيلا او جزيلا بالصعيد عندنا احنا وما تنسوش الدرس الجاي طبعا في يعني احاول انوع شويه واحاول اضع اشياء تانية يعني كلمات تانية اكتر يعني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جو باي فور باي ما السلامه ما السلامه جو باي Isn't it so funny how we all walk around Never even thinking of the days under the ground The drive and ambition taking over our lives For this world, for the fame, for the power do we strive Our minds made up Whatever it takes to feed the desires that this heart makes, why don't we know how do we stay within the boundaries of the right?